تعالوا بقى النهاردة هوريكم فندق من أكبر وأحلى الفنادق في مرسى علم، فندق ام جي ألكسندر ذا جريت هوتيل. أكتر حاجة بتميز مرسى علم هو نقاء البحر واللون الأزرق الفاتح اللي في المية، وده يمكن بيخليها من أهم الأماكن اللي ممكن تعمل فيها أنشطة مائية. فأنا هاخدكم كده النهاردة جولة سريعة كده للفندق اللي أنا قاعد فيه في مرسى علم، وفعلا الفندق ده من أكبر وأحلى الفنادق في مرسى علم. ولسه هناخدكم جولة لمرسى علم كلها. قبل ما تكملوا الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك. نبدأ بقى أول حاجة من دخلة الفندق. طبعا هنا الشنط دي يبقى كده أكيد في ناس جوه فوق جديد لسه جاي، هنشوف دلوقتي. طبعا دي الدخلة بتاعت الفندق أو ده البوابة. داخلين دلوقتي الريسبشن، طبعا الريسبشن جميل جدا يا جماعة. بصوا هنا بقى البسين ده حاجة كده صغيرة كده، يعني ما انا ما اعتقد مش للعوم، اكيد ما حدش بينزله، من الحاجات اللي لسه هتشوفوها اللي موجوده. هي ده بتقول لكم ده اول واحد، بس ده كده حاجه لذيذه كفيو جميل قوي، ووصل السماء والاجواء جميله جدا. عندكم اهو ده اول بار. كمان هنا بقى اهو في بيوتي صالون. عايز اقول لكم يا جماعه الفندق فيه كل حاجه حرفيا، مش محتاج انك تخرج منه اصلا. هنا بقى دي بقى يا جماعه العظمه بقى في المكان، دي بقى بحيره بقى صناعية، يعني بحر صناعي يعتبر. ده يا جماعة مش بحر حقيقي، ده بحر صناعي. بصوا عامل ازاي الشط وكل حاجة، تحسها طبيعي جدا. يعني انا اول لما جيت والله ما كنتش اعرف اصلا ان ده بحر صناعي، لان انا هوريكم دلوقتي الفيو من فوق عامل ازاي على البحر. يعني اصلا البحر ده على البحر، فما خدتش بالي من بعيد اهو. بصوا يا جماعة البحر عامل ازاي، والبحر اللي وراه بعد الكوبري ده، ده البحر ده بحر مرسى علم بجد. الموضوع مزاولة. بص هنا هبه هي قاعده عماله تلعب مبسوطه جدا. تعالوا بقى هنا بقى هوريكم حاجات عظمه بجد. يعني بصوا المساحه قد ايه. بصوا بقى يلا بينا نبدأ بقى بأول حاجة بقى بالبسين الصغير ده بتاع الأطفال بقى، وفي كيدز اريا. احنا ندمنا إن احنا ما خدناش كنان معانا، يعني كناش نعرف إن هيبقى فيه هنا كل الحاجات دي متاحة ليه، كان هينبسط جدا. هبة لقيت حد أجنبي نط قالت تجرب المية. بصوا رجعت في كلامها يا جماعة في ثواني، في ثواني. هنا بقى بصوا يا جماعة ده البسين بقى بتاعنا احنا بقى يا جماعة اللي ننزل فيه. هنا بقى يا جماعه ده بار تاني غير اللي احنا شفناه في الار خالص بقى، واللي كان على البسين التاني ده حاجه تانية خالص. وهنا بقى الانيميشن بقى يا جماعه. بصوا في الظهر اهو، عايز اقول لكم التيم بجد جامد قوي وناس لذيذه جدا كلهم، وتحس كده ان هم اصحابك من زمان، فبجد لا برافو. هنا بقى يا جماعه من الحاجات اللي عجبتني جدا ان ليك 5 وجبات في اليوم. يعني بص بريكفاست مرتين، الفطار مرتين، والعشاء مرتين. يا جماعه عايز اقول لكم يعني من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 11 بالليل يقعدوا يغذوا في الواحد، فليك 5 وجبات في اليوم. جامد جدا الحوار ده. وكنت اي فندق بقعد فيه كان الـ3 وجبات. يا جماعه بيقولوا ميه مرسى علم من احلى الشواطئ البحر الاحمر كله، هو فعلا من احلى الشواطئ، بس لغايه دلوقتي في الكاسه لسه اندمجناش. تعالوا بقى هنا بقى نشوف الشاطئ بقى يا جماعه وجمال الشاطئ. بصوا اصلا الشمسيات اللي على الشاطئ جميله بقى، شغل بقى ايه، تحسوا كده ان انت قاعد في كامب كده او قاعد في حاجه. بصوا وين الطول حلاوة يا جماعة الطول. بصوا مهما تخش للآخر الطول موجود، فيعني بجد لو كنا بردك معانا كنان ما كناش هنقلق عليه خالص من البحر. وهنا يبقى خلاص يا جماعة اتجننت يا جماعة من الانبساط اللي فيه، مش عارف. بس بصوا يا جماعة بجد السما عجباني جدا، عجباني جدا، والمكان للتصوير تحفة بجد. احنا اصلا دلوقتي هنعمل سيشن هننزله لكم على الانستجرام وبتفرجوا عليها، هيعجبكم جدا. وهنا بقى بصوا دي البحيرة مفصولة عن البحر، يعني اللي هي البحر الصناعي مفصولة عن البحر التاني. بصوا الجو جامد والألوان
كل حاجه بص تحسنا تحس ماشي في الجنه كده. بس يا جماعه بجد المكان تحفه قوي مهما اتكلم عنه. لا بجد مش هديله حقه خالص. بصوا يا جماعه البحر تحسوه اصلا يعني تحسوه طبيعي، تحسوه بحر بجد. بصوا تحسوا الرملة وتحسوا فيها أعشاب تحت، يعني تحس إن أنت تنفع تنزل تعمل دايفنج تحت. الجيم بقى، ودي بقى بجد أكتر حاجة بسطتني، لأن أنا كنت بروح فنادق كتير وعالية ويجي يقولوا لي الجيم عطلان. عايز أقول لكم يا جماعة يعني أنا مش فورمة قوي، بس بقى كان بقى لي شهر ونص بلعب، فحرام أضيع اللي بعمله. فانبسطت جدا يا جماعة إن الجيم شغال والجيم جميل جدا، وجايبين أهم الأجهزة اللي أنت محتاجها لكل التمارين يعني. بس والفيو بتاعه برضك جميل لما تكون بتتمرن كده على البحر كده. بقى يا جماعه اهو خلصنا الجيم ونكون وصلنا للبوابه تاني كده، خلصنا جولتنا في الفندق الجميل ده. متنسوش تعملوا لايك وتسيبوا رايكم في الكومنتات.